السلام عليكم. عليكم السلام شيخنا العزيز. اتفضل. شيخنا بالنسبة للوضوء، الوضوء للمرفقين في غسيل اليد. ماشي. أنا شرفت على 40 بس ما كنتش أعرف إن المفروض بنغسل اليدين مع لحد المرفقين، يعني حضرتك بتدخل الكف اليد مع غسيل المرفقين. يعني كده يعني؟ لا. إيه؟ يعني إيه بدخل كف اليد مع غسيل المرفقين؟ يعني غسيل اليدين إلى المرفقين يعني يشمل الكف اليد بس غسلت يدك في الأول بعد كده تدلي خلاص. ماشي. يعني تمام، يعني الصلاة بتاعتي القديمة أنا قربت على 40 القديمة دي الحمد لله إن شاء الله مقبولة يعني. عفى الله ما سلف، إذا كنت تفعل العبادات وأنت جاهل وانتهى وقتها منذ زمن لا تعاد. عمار بن ياسر تيمم متمرغا في التراب كما تتمرغ الدابة ولم يأمره النبي بالعادة بل قال إنما كان يكفيك هكذا. جزاكم الله كل خير يا شيخنا. الله يبارك فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم.